او بغيت نقول لكم الدراري واحد الهضره يدخ فيفا ظريفه فهمت. انا خرجت من الاوبي الدراري حيت فهمت البارح بقيت كنهضر اذا مع شي دراري في جروب واتساب في الاخر هما يقولوا لي انت مابقيتي عاطي والو للجيلد فهمت، قال مابقيتي عاطي والو للجيلد تلعبي مع الدي اس وداكشي وداكشي وداكشي. انا فهمتي في الاول تعصبت الدراري ديال بصح تعصبت في العائله، من مورا ملي بقيت هيدا بوحدي مع راسي الدراري جبرت باللي راه بصح فهمتي يعني انا ما باقي ما نافع والو في الجيلد حتى حاجه، ما كنفع الجيلد حتى شي حاجه، كنلعب غير مع الدي اس، عمر لعبت مع شي واحد من الاوبي وما كنا عاملين الرومات ما كنمشيش نلعب معاهم وكذا. او فهمتي ما يقدروش يا الدراري يخرجونا من ما يقدروش يخرجوني من الجيلد ولا شي حاجه، ولكن الدراري فهمتي خصني فهم راسي براسي اخوتي راه فهمتي صافي ما نقدرش نبقى ما نقدرش نبقى هيدا في الجيلد، ما زيدهم في حتى شي حاجه، ما كنفهم في حتى شي حاجه. والدراري ما بقينا اذا كنهضر في جروب واتساب قالوا لي انت ماشي حتى في الاوبي وما عرفتش حتى شكون معنا في الاوبي وكتهضر على الاوبي داكشي. صافي الدراري بقى في الحال وخرجت من الاوبي. دابا تقول لي دخل الدي اس ولا كدا، انا عاد الدراري ما عنديش مشكل في حال الاوبي في حال الدي اس وهادشي اللي كاين فهمت. وصافي ما كتبقى في الجيلد وانت ما عطيت حتى شي حاجه للجيلد، لا علاقه فهمت، حتى شي واحد ما قال لي خرج ولا دبزت مع حتى شي واحد في الجيلد. دابا اذا بغيت نهضر مع سيريوس ابل ديما كنضحكوا ونهضروا، نجيب اي واحد من الاوبي نهضر مع الدراري اقسم بالله ما وقع حتى شي مشكل حق الله، ما اقسم بالله ما وقع حتى شي مشكل الدراري من غير انا من اللي قالوا لي ديك الهضره فهمت، قالوا لي خلي فهمت انت وليتي كتلعب مع الدي اس ما بصح عندهم الحق الدراري فهمت، ما زايد والو في الجيلد ما عطيت حتى شي حاجه للجيلد، نفهم راسي براسي اقسم بالله كنهضر من نيتي الدراري. وصافي خرجت كامل الجيلد على صافي، قلت له اخي سي بليس انا خرج من الجيلد وداك الشيء، قال لي الخوات ديال الجيلد ديالك اي ساعه بغيتي فهمت، اي ساعه بغيتي اجي اجي، اي ساعه بغيتي امشي امشي، ما عندنا شي مشكل حنايا. وصافي الدراري فحال دخلت الاوبي فحال دخلت النوت فحال دخلت الدي اس فحال دخلت اي جيلد ما عنديش مشكل. المهم الدراري اللي 10 اللي راه يبقاو ديما 10 انا خاو ديالي، وما كيجمعناش غير جيلد ولا كتجمعنا غير جيم. فحال واحد المره كنا شحال داب شي سيمانه هكا كنا دابزنا مع كنت دابز انا والسي بلاش، المراجعه صوني لي صوني طلو دارنا انا وياه، قال لي اخي جاك انا ما كنهضرش معاك على اساس انت جاك ولا انا سي بلاش فهمت، بقينا كنهضروا في حال هذا الدراري وصافي يعني كنا انا والسي بلاش صافي ما بقاش نهضروا مره وداك الشيء. صدق الدراري ولينا فهمتي بيناتنا انا والسي بلاش شي حاجه اللي بزاف كثار من هذا الجيم هذا فهمتي. وصافي الدراري يعني ما كتجمعناش شي جيم ولا شي حاجه، كنا خوت الشباب ولا بغيتو فهمتي في اي ساعه نرجع للاوبي نرجع للاوبي، حيت الدراري عادي فهمتي الاوبي بديت فيها الدراري فوقاش ما رجعت فوقاش ما بغيت يعني فهمتي فوقاش ما بغيت نرجع للاوبي الدراري نرجع للاوبي. وهذا ماشي برانك ولا زعما كنضحك ولا كنطلع ولا دراما ولا شي حاجه، غير ديال بصح الدراري فهمت، اقسم بالله انا قرا لكم الاوديو فهمت، والدراري اللي قالوا لي ماشي شي دراري زعما يلا دخلوا للجيل، قال لي فهمت الدراري قدامين عليا اقسم بالله الدراري قدامين عليا في الجيل اللي قالوا لي الهضره هذه، واخا فهمتي قلال اذا كنت تعرفهم ولا ما كتعرفهمش، المهم هما قدامين عليا الدراري في الجيل اللي قالوا لي الهضره. قال لي فهمت، قال لي انت اصلا دابا ما كتنفع ماشي ما كتنفع زعما انت اصلا دابا كتلعب مع الدي اس ما كتلعبش حتى بالاسم ديال الاوبي وداك الشيء يعني فهمت. وصافي انا بنادم يقول لي اذا خوات بقى فيا الحال صافي، قلت له اخويا ديالي شتي كلاش انا نخرج من الجلد، قال لي علاش، قلت له فهمت وباللوجيك الدراري واش انا عمري شحال دابا 3 شهور وانا معاهم في الجلد ياك هكا صابر بلاصه في الجلد 3 شهور وانا صابر بلاصه في الجلد، ما كنلعب مع حتى شي واحد من الاوبي كيعملوا الرومات ديال الاوبي ما كنلعبش معاهم، كيعيطوا للديسكورد كلشي كتجمع انا ما كنمشيش كنمشي نلعب غير مع الدي اس دي اس دي اس دي اس حيت من معاهم في السكواد فهمتي. صافي الدراري ما جبتهاش تبقى تما فهمتي، ما جبت اخاو ديالي انت كتلعب مع سكواد وشابر بلاصه في الجيل لا نرى الدراري اللي نرجعوا للاوبيرا ديك الساعه فهمتي، فوقاش ما بغيت ندخل للجيل دابا، ندخل للجيل دابا ندخل الكونت ديال شعور ونصيفط لراسي ولا ندخل الكونت ديال سيبلس ونصيفط لراسي فهمتي، يعني عادي الدراري خرج جاك من الجيل صافي ما بقى صافي ما نعرفش شنو اجي نسبو ولا شي حاجه. الثقافة ديال الجلدات اللي عند كلاوات شي حاجة فهمت، خوا ديال اللي حنا ما عندنا شي والسيكليس
نسب السيكلوس انا، ولكن صاحبي الياس شنو الدراري دابا؟ انا نعطيك نطلق لكم فوت وغتختاروا لي شمن جلد الى شمن جلد ندوز التيست فيها دقيقه. وصافي سدينا هادشي ديال الاو بي وداك الشيء، راه فوقاش ما بغينا ندخل، فوقاش ما بغيت نرجع للاو بي الدراري، راه نرجع للاو بي بشي حاجه فهمتي عادي. نقول سي بس صيفط لي ولا ندخل انا الكونتون صيفط لراسي. دقيقه فين هو الفوت؟ واش من جيلد؟ جيلد بغيتو نمشي، بغيتو نمشي ندوز فيها التيست زعما فهمت، تيقبلو عليا. انا نعطيكم ثلاثة ديال الجلدات واختارو الدراري، كلشي يفوطي. جوج ديال الدقايق، اوكي ليتس جو. صافي الفوت طلاق، نايس. صافي الفوت طلاق، ولايك الواوا ويبوس الواوا يخلي الواوا يصح، ولما يشوف الواوا انا قلنا نلح المرة خطيني انا كينيكي لح. يلا الدراري اختاروا من جلد بغيتو تشوفوني فيها. التليفون علينا ترتق حيت انا لعبت وان فيس وان مع الريستار، خصني نهبط الجرافيك هيدا وهاد الجرافيك هيدا. كلاوات قال لك ينزلوا معانا طفاك. بنادم معفون اصاحبي، بنادم مدلول، بنادم كيل كلب اصاحبي. شنو هادي؟ حاضنة جديدة شفتيها؟ شوف حاضنة جديدة، شنو السلاح؟ شوت جان ام 60، الام 60 باي. ما شفتها ولا شفت ام 60 هذا شنو فيه؟ واحد في الرينج، جوج في الثقب الجيديات، هذا واحد في الدامج، جوج في الرينج ناقص في الموفمون، جوج في الدام، جوج في الريت اوف فاير، جوج في الريت اوف فاير ناقص في الريلود. هذا مقود، وهذا احسن من هذا يمكن، هذا احسن من هذا. صافي كلشي فوطي الدراري، اللي باقي ما فوطاش فوطي باش فهمت انا نعمل بيكم الدراري اش من جلد نصيفط لهم باش ندوز فيها التيست. كلشي كيقول لي الله وجزاك الله. صافي انا نصيفط لهم ميساج شنو اسمه تري هارد ولا ما نعرف شي حاجه بحال هكذا. قلنا خويا ديالي قد بلاصت هب صوبا صوبا شي واحد هبط شي واحد. الدراري دابا فهمتي دابا باللوجيك، باللوجيك لوجيكومو الب نمر نوت بلاي هارد. صافي الدراري مشان انا ندار مع اللود بيبي باب البيجاك. صافي الدراري الب 777 فوريفر.